هاي، موضوعنا اليوم كتير مهم، بيعاني منه فئة كتير كبيرة من الناس، يمكن من تقدم العمر، البيراتة، الوزن الزايد، الستريس وغيره كتير، يسمى بالقاتل الصامت، ويلي هو ارتفاع ضغط الدم. ما بيكفي بس انه التزم بالأدوية، في كتير إجراءات أساسية انه اتبعها. خلينا نشوف شو هي. علينا الوصول لوزن صحي واتباع حمية غذائية خاصة يلي هي حمية الداش دايت. كتير معروف انه اي شخص عنده ارتفاع بضغط الدم انه يقلل من استهلاك الملح اقل من 2400 ملي جرام باليوم، والاشخاص يلي عندهم امراض بالقلب اقل من 1500 ملي جرام. هيدا الشيء بيجبرنا انه نتجنب الزيتون، الكبيس، التشيبس، البزورات، المعلبات، ورب البندورة وغيره كتير. علينا ناخد اطعمة غنية بالبوتاسيوم، المغنيسيوم والكالسيوم، وناخد 5 حصص فواكه وخضرة بالنهار مثل الموز، المشمش، المشمش المجفف، السلق، السبانخ والملوخية، المكسرات النية، مشتقات الحليب، الخلية الدسم، ونركز على الأسماك مرتين بالأسبوع. وما ننسى دايماً أنه ننتبه على كمية الكافيين أنه تكون أقل من 300 ميلي جرام باليوم، يعني حد أقصى 3 فنجين قهوة، ونتمشى كل يوم نص ساعة. انتظام ضغط الدم مع العلاج ما بيعني الشفاء أو مؤشر للتوقف عن العلاج، بل هو مؤشر لفعالية هالعلاج، ضرورية الاستمرارية عليه. So be healthy and take care of your diet.